السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أحبائي. سنتحدث اليوم عن نوع آخر من الموارد غير الحية في الطبيعة، وهو النفط. فما هو النفط؟ وكيف يتكون؟ وما هي استخداماته؟ النفط هو سائل أصله بقايا كائنات حية بحرية دقيقة دفنت قبل ملايين السنين في الطبقات الرسوبية، وبسبب الضغط والحرارة تحولت إلى نفط. يعد النفط من الموارد غير الحية في البيئة. فما هي مراحل تكون النفط؟ أولاً، يحتوي البحر على كائنات حية دقيقة، وعندما تموت هذه الكائنات الحية فإنها تنزل وتترسب إلى قاع البحر. في المرحلة الثانية تتراكم الأتربة والرمال فوق بقايا الكائنات الميتة وتتجمع على شكل طبقات رسوبية كما نلاحظ في الشكل. أما في المرحلة الثالثة فتضغط الطبقات الرسوبية على بعضها البعض وعلى بقايا الكائنات الميتة في القاع، وتزداد الحرارة في الأعماق. وأخيراً، نتيجة الضغط والحرارة الشديدين يتكون النفط بعد ملايين السنين. ثم يقوم الإنسان باستخراج النفط من باطن الأرض بواسطة الآلات والمعدات الخاصة. ثم يقوم الإنسان بالاستفادة من مشتقات النفط في مجالات عديدة في حياته. بعد تكون النفط في قاع البحر، يتم استخراج مشتقات النفط والاستفادة منها في مجالات كثيرة. فما هي مشتقات النفط؟ أولاً الكاز، ثانياً الغاز، ثالثاً السولار، رابعاً البنزين، وجميعها من مشتقات النفط المهمة في حياتنا. فما هي استخدامات النفط ومشتقاته؟ يستخدم الإنسان النفط في توليد الكهرباء، وأيضاً في وسائل التدفئة المختلفة، وفي وسائل النقل، وأيضاً نستخدم مشتقات النفط في صناعة الأدوية، وفي الصناعات البلاستيكية. وهنا نلاحظ أهمية النفط في جميع مجالات الحياة. شكراً لحسن استماعكم.